أكثر من 1800 شركة نفطية تعمل في العراق. بحسب جولات التراخيص التي أعلنت عنها الحكومة العراقية، لم يجني منها أبناء البصرة إلا التلوث والأمراض بحسب مختصين. الكل يعلم أن هناك أكثر من 1800 شركة نفطية جاءت للاستثمار بالعراق حسب جولات تراخيص، واللي تدعي هي من أجل الرقي وازدهار البلد، لكن للأسف ألقت بظلالها السلبي على الواقع البصري، حيث شهدت البصرة تلوث مناخي واضح، والجو أيضا هناك من انبعاثات من مستخرجات نفطية أثرت على المواطن البصري، بحيث هناك العديد من الحالات السرطانية والأمراض. تقييد الاقتصاد العراقي من خلال الشراكة مع الشركات المستثمرة للنفط ألقت بظلالها على المواطنين في مدينة البصرة جوع وفقر وتلوث للبيئة وبطالة بين أبناء مدينة النفط. مو بحاجة إلى جولة تراخيص نفطية ودخول شركات أجنبية ونقيد الاقتصاد العراقي بجولة تراخيص بائسة مشبوهة. أي يعني شو تقيد الاقتصاد العراقي؟ أرضك راحت، بصرة 50% الآن هم شركانة، شنو اللي جنينا إحنا كمواطنين؟ جنينا الأمراض، تلوث بيئة، تلوث مياه، بطالة، جوع، فقر، بؤس، شقاء. هذا اللي جنيناه، هذا اللي حصلناه من نفط البصرة، انتهاك إنسانيتنا. ما زال أبناء مدينة البصرة والتي تضج بالشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط يعانون من الحصول على وظيفة في محافظة تمتلك أكبر الحقول النفطية في العراق. كله تشتغل بس اجانب، كله يخابرون ما دي هم يجيبون منك من الخارج، يعني احنا مو بنك اولادكم، العراق مو بنكم، يعني ما يصير هذا الكلام، يعني ولو هيش لو هيش. يتربع العراق على قائمة أكبر مجموعة إنتاج في العالم لودائع النفط والغاز، ويمتلك 66 حقلا، 20 منها منتجا للنفط، وتعتبر أكبر الحقول في العراق. فؤاد الحلفي، مدينة البصرة.